مدير الكرة ببارك لك يا كابتن سيد. الأداء والنتيجة مش هنتكلم عنها، هنتكلم عن الفرحة وهنتكلم عن الإصرار وهنتكلم عن شخصية النادي الأهلي اللي النهارده بالفعل مباراة راحت وجت رغم الظروف اللي كانت فيها، لكن ببارك لك ومبارك لكل جمهور النادي الأهلي. الحمد لله. طبعا يعني زي ما هختم بكلام أو هبدأ بكلامك الأخير، يعني شخصية الأهلي اللي احنا بنتكلم بالنادي بيها على عبر الأجيال والأزمنة، يعني شخصية الأهلي راكبة أي حد، شخصية الأهلي بتفرضها على أي حد من الثانية الأولى. شخصية الأهلي يعني هي المسيطرة. أعتقد إن ممكن حظنا السيء بس كده عدم وجود ايمن اشرف، عدم وجود رامي ربيعه، اصابه سعد سمير، النهارده كمان بيكمل الموضوع بمحمود متولي وياسر ابراهيم. ده الفرق اللي حصل شويه يعني في المراكز اللي اتغيرت يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. لقاء مهم جدا، لقاء في بدايه موسم مع فرقه كبيره طبعا بمكانه وقيمه نادي الزمالك بالتاكيد يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. لو في العالم كله، العالم كله مش في مصر بس، الناس بتزعل دايما من الارقام لكن هي دي الحقيقه. لو عملت احصائيه دايما ما بين السوبر ما بين السوبر في بطل الدوري وبطل الكاس، هتلاقي 90% او 95% اللي بيكسب اللقاء هو بطل الدوري، لان هو الاكبر، هو الاكثر، هو الاكثر، هو الاقوى، بدليل ان هو بطل الدوري. ربنا يعني ادانا كل حاجه السنه دي وخد منا الكاس، لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء. مستر فايلر كمان يمكن اول بطوله محليا يعني، ادانا محليا يعني. مستر فايلر اول بطوله، ويمكن الراجل كان موفق النهارده في التشكيل، لان قراءته لمباراه نادي الزمالك الاخيره وتحديدا المباراه الافريقيه النهارده كان واضح قوي في الملعب ان الراجل حافظ وقاري. ممكن بقى تذيعوا انتوا في قناه الاهلي كان سبورت، بقى ذيعوا قناه سبورت كان سبورت بقى، ممكن تذيعوها دلوقتي براحتكم يعني. ده عمل مشكله جامده قوي يا كابتن سيد لناس كتير قوي يعني. الحمد لله على كل شيء، انت بتشتغل على الصح يعني، بتحاول تجتهد، بتحترم كل الناس، بتحترم كل المنظومه، بتحترم الناس كلها، لكن في النهايه بتحاول تشتغل لصالحك. فوز مهم جدا، فوز معنوي كبير جدا في بدايه الموسم. بشكر الرجاله جدا جدا للعيبه النهارده، بشكر كل الجهاز، بشكر كل المجموعه حتى اللي بره باصرارهم وعزيمتهم ان هم يكونوا متواجدين وكلامهم مع اللعيبه يعني. زي ما قلت لك مباراة حلوة، مباراة جميلة، مباراة استحقينا فيها الفوز من بدايتها لاخرها. الشوط الاول كنا ممكن نكسب 3-4 مستريح جدا، لكن الحمد لله برضو على كل شيء. البنالتي اللي اتحسب، البنالتي الاول والثاني، انا قلت البنالات بدأت بدري في الماتش ولا ايه؟ احنا ما بنشوطش الزمالك بس اللي بيشوط بنالات، احنا ما بنشوطش. الحمد لله طبعا على كل شيء. الف مبروك كابتن سيد، وان شاء الله موفق في اللي جاي باذن الله. شكرا حبيبي كابتن اسلام. زي ما